فيه الآن الصيف يا شيخ تعرض مكاتب الخطوط السفريات تذاكر بالتقسيط، تأخذ هذه المكاتب التذاكر أو المقاعد تحجزها من الخطوط العامة وتزيد عليها مبالغ ثم تقسطها على من أراد أن يسافر، وهذا يكثر جدا في الصيف، فنريد الحق في ذلك جزاك الله خير. الحق إن شاء الله ما مش أقول أصل السفر إلى البلاد الأوروبية أو البلاد اللي غير أوروبية لكنها كلها خلاعة كلها فساد. الخمر في الأسواق يباع علنا، النساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن ليس بالقول ولكن بالفعل وما أشبه ذلك. أرى أن لا يسافر أحد لهذا لأنه سيخسر وقتا وسيخسر مالا وسيخسر دينا وسيخسر خلقا، فلا يحل له أن يسافر على هذا الوضع أصلا. ثم يجب أن نعلم أن هذه المكاتب منها ما هو خبيث يسهل على الأغرار السفهاء الأمر ويقول نعطيك تذكرة مؤجلة لإغرائهم على السفر. فينبغي لنا أن نقف ضد هذا الرأي، وإلا فإنه لا بأس أن الإنسان يؤجر شخصا بمئة إن كان نقدا وبمئتين إن كان مؤجلا ما في شيء، لكن أصل الغرض غرض سيء. شيخ أحسن لا أصلا أنا قلت لك أصل السفر ما يجوز، ما تعتبر أجرة راكب كيف يزيد عليها المبلغ؟ ما خالف يزيد عليها المبلغ لأني أجلت الثمن الأجرة. مثل ما لو قلت هذا البيت وأجره بألف ريال السنة لمن أعطاني إياها نقدا وبألف ومئتين لمن أعطاها بالتقسيط.